فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم. نعم، وهذا عود على ما سبق في أول الكلام الذي يتعلق بالصلاة، فإن المصنف شيخ الإسلام رحمه الله أطال في هذه المسألة لأهمية الصلاة ولكثرة المخالفات فيها، هذا في وقته، فكيف في وقتنا هذا؟ فهو أطال في هذه المسألة نظرا لكثرة الخلل فيها. وهذا الراوي يذكر أنه ما صلى خلف أحد مثل هذا الرجل الذي هو أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله يعني بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان أميرا على المدينة وكان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بالسنة، وكان ورعا تقيا يحاول الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، ومن ذلك في الصلاة، فكان يحاول أن يتشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المقياس الذي يسير عليه هذا الإمام، أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل. وقد سبق لنا أن المفصل هو القسم الأخير من القرآن، وأنه يبدأ بقاف القرآن المجيد وينتهي بسورة الناس، وأن طواله من قاف إلى عم يتساءلون، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. نعم. قال: والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا.